استاذ حمدي الفخراني انت واضح انه الاعتداء عليك كمان، واضح الاعتداء عليك، انا قدمتك في الاخر لانه الحقيقه لا احد يقبل الاعتداء على الاستاذ حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب، وهو من المشهود لهم بمحاربه الفساد. في اولا استاذ حمدي اهلا بيك، عايز ابدا معاك يعني الاعتداء عليك بالشكل ده، يعني انا شايف انت حتى صممت ان تاتي بملابسك كما هي، ملابس ممزقه. يرضي حد؟ هو ده عهد الاخوان اللي احنا فيها يا استاذ وائل؟ وده عهد الاخوان؟ كنت حموت، ده البوليس شدني من وسطهم، يعني كان حيموت، والبوليس اخر انضرب، كل الضباط انضربت واتبهدلت، فقط لان انا ما عجبنيش قرار رئيس الجمهوريه رايح اشارك في الطعن عليه ده امام مجلس الدوله. لجأت لاجراء قانوني والمحكمه تفصل بينا، يكون هو ده العقاب، اننا ننضرب، ميليشيات الاخوان تيجي تضربني وتبهدلني وسب وبزق، وانا فلول، يقولوا يا فلول، انا فلول، انا الحمد لله بعد كل اللي عملته لمصر بقيت فلول، عشان قلت الاخوان لا بقيت فلول، وابيح دمي طيب انا طبعا مقدر حجم الغضب والمشاعر الغاضبه اللي عندي، بس عشان نقدم المعلومات للناس ونحاول الا نتهم اي جهه، يعني ربما ان يكون البعض اندس باسم الاخوان، بس نقدم المعلومات اولا، يعني ايه اللي حصل؟ انت كنت امام مجلس الدوله؟ يا فندم رحت المحكمه، المحكمه رفعت الجلسه واجلت القضايا كلها ليوم الثلاثاء القادم، نزلت فوجئت ناس بتهاجمني كلهم يعني رافعين لافتات، الاول كانت تدعم الدكتور محمد مرسي في قراره، ولا لحل مجلس الشعب، وانت عايز تحل، قولي بقى انت عايز تحل مجلس الشعب ليه؟ علشان هو كله مسلمين، انت عايز تجيب الليبراليين الكفار اللي يحكموا البلد، هم اللي قالوا لك كده؟ عايز تجيب الليبراليين الكفار هم اللي يحكموا البلد، انت فلول وانت وسب وبصق في الوجه. ايه ده يا استاذ حمدي؟ و يعني انا الاولى ايه ده، يعني عاهدناك محاربا قويا، صعبان علي انا يا استاذ وائل، يعني اعمل كده مع حسني مبارك، اعمل لو موتوني ما خافش، انما اللي بيدعوا انهم ثوار يعملوا فيا كده، يعني لولا البوليس كان زماني مت في ايديهم، ده تظبط رئيس المباحث ضربوه ركلوه بالجزم، وانا تحديف بالميه وتحديف بكراتين الميه، وبقيت عشان ايه؟ طيب عشان ايه؟ يعني هنا اصلا شايف ده يعني في اعتداء بالايدي عليك، وصل لحد تمزيق ملابسك. ادي اللي باقي من القميص يا استاذ وهاب، ادي الباقي، صوره اللي باقي من القميص، والفانيلا اتقطعت والدنيا والناس شالوني، الضباط شالوني بالقوه ودخلوني جوه المجلس تاني، عايز مش اروح عربيه تمشي، شالوني تاني واتبهدلوا الضباط، واربع ساعات مش عارف اخرج من مجلس الدوله، احتجاز في مجلس الدوله، عشان ايه؟ عشان لجأت للقضاء يقول كلمته؟ طيب دكتور حسن، يعني هنا الاستاذ حمدي الفخراني يعني هنا بيتهم جماعة الإخوان المسلمين وميليشيات الإخوان، يعني أنا بقول يعني فلنكن محددين، أنت واثق أن الذين هجموك من شباب الإخوان ومن جماعة الإخوان؟ عملت محضر وسميتهم، عملت محضر في الاسم، في اسم نقطة مجلس الدولة، واتهمت قيادات جماعة الإخوان المسلمين وقيادات حزب الحرية والعدالة وأتباع أنصار الدكتور محمد مرسي بأن هم اللي هتعدلوا علي. طيب دكتور حسن، هنا البعض كان يثير مخاوف انه والله سنصل الى المرحلة انه يبقى في ميليشيات للاخوان يعتدون بالضرب على كل من يختلفون معه، هل ما قاله الاستاذ حمدي الفخراني هو يتهم جماعة الاخوان المسلمين بالاعتداء عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة انا بحيي حضرتك، الله يحييك، بقول ان ربنا سبحانه وتعالى هيكرم مصر بشهر رمضان الكريم، وان شاء الله هتكون ايام كريمه تتحل فيها هذه المشاكل. الحقيقه في حكم الشرع حديث جميل قوي، الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول حديث غايه في القمه، بيقول ايه؟ اذا جاءك احد الخصمين وقد فقعت عينه، يعني واحد جاي لحضرتك يا استاذ وائل في البرنامج مش هدومه متقطعه، لا عينيه مقلوعه وقع على وشه، بيقول لك فلان
خلع لي عيني. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول حاجة جميلة قوي، يقول لك فلا تحكم له، اوعى تطلع من لسان حضرتك تقول له انك انت مظلوم. بيقول لك ايه؟ فرب ان الاخر قد فقعت عيناه جميعا. فده الركن الاول، انه لا ينبغي ابدا. بس انا مش عاوز ان انا احول الضحيه في النهايه الى متهم. لا انا بتكلم كلام قانوني على فكره، لانه الصوره دي موجوده والفيديو موجود بحادث الاعتداء بالكامل. أكمل. هو ذكر اتهاما فمن حقي ان ادافع. فانا بقول حضرتك احنا امام جريمه، انه في شخصيه عامه اتمزقت ملابسها، فدي جريمه. نتكلم على الجريمه لوحدها وبعدين نتكلم على الظروف. اما نتكلم على الجريمه ان جاي زميل لنا وسياسي هدومه مقطعه، لا نستنكر هذا استنكارا عظيما، ان مجرد سياسي تتقطع هدومه عشان الراي فده امر مرفوض جمله وتفصيلا. اما انه في جهه اسمها الاخوان لها ميليشيات فهذا افتراء عظيما، زي ما جريمه تقطيع هدومه عظيمه وانا اتعاطف معاه تعاطف عظيم، فايضا الافتراء ان الاخوان لهم ميليشيات وامر لم ننويه ولم نفعله ولن نفعله على الاطلاق، لاننا جماعه تدعو بالحسنى وتربي افرادها على مكارم الاخلاق وكل امورنا سلميه، ويا ما تعودنا من مبارك ضربات ومظالم ولم نواجهه باي نوع من انواع الميليشيات. وحضرتك تعرف ان الاتهام اللي بالميليشيات اللي اتهم بخيرت الشاطر كان اتهاما ظالما مختلقا له، وحكم له بالبراءه بالاحكام المدنيه، ثم حوله مبارك بافتراء على القضاء وانتهاك لسلطة القضاء ولغى الأحكام المدنية وحولوا إلى سلطة عسكرية. الأمر الثاني، لا دي قضايا صناعة. الله ينور عليك. لكن إذا يبقى إذا ميليشيات ملهاش وجود. الأمر الثاني إنه لو سمحت ما ينفعش قضية راحت للنيابة نحولها إلى الإعلام على أنها حقيقة مطلقة كعين الشمس. يعني هو الآن طرف في قضية أنا أتعاطف معه كزميل وأبوسه وأحضنه وأدويه وأخطئ من فعل ذلك بكل أنواع التخطيط ولا أجد له مبررا، ولكنه يتهم. ما دام يتهم ومعه أدلة اتهام يبقى عنده النيابة مش عنده الإعلام. أنا آسف. لا بس يعني ما هو الإعلام يؤدي دوره. أيوة. أنا مش هستنى إذا أدى دوره حسن إنه يتم الاعتداء. الله ينور عليك يا أستاذ وائل. يبقى مفروض هو بيقول وجهت الاتهام لأشخاص بأسمائهم، أسمائهم مين؟ أسماء اللي ضربوه. يبقى كان مفروض اللي ضربه يجي او نتصل بهم النيابة. اما ان هو يتخيل ان مجرد واحد رافع يفقد بتقول انا اؤيد مرسي وبعدين يمسكه ويضربه، يبقى مرسي ولا حد من حزب الحرية والعدالة يتحمل هذا الامر؟ يا استاذ وائل دي الناس اتقتلت في الميدان بالرشاشات وحتى الان محدش عارف مين اللي قتلها. يبقى اذا يوجد داخل الدولة يوجد داخل الدولة تنظيم سري حقير يقوم بالايقاع بين افراد المواطنين. انا اقول لك بقى بصفتي كطبيب، لو انا وقعت الكشف الطبي عليه الشرعي قدامي دلوقتي اقول لك من مزق هذه الملابس ليس هاويا. بص حضرتك لو انا بتخانق مع اي شخص عمري ما اعرف امزق الملابس من غير ولا خربوش. ده حضرتك ده معلم، ده واحد حريف عارف يقطع له ايه ويبين ان شكله اتبهدل من غير ورا خربوش، لانه عشان لما يتمسك في الطب الشرعي لازم يبقى فيه خربشه. طيب عشان يتحكم. استاذ حمدي هنا استاذ الدكتور حسن بيتهمني اتهام باطل وما اقبلش الكلام اللي هتقوله كان محترف. ده في متصور فيديو ومتصور الضرب بدل ما تعتذرهم وتقول احنا لا نقرب ذلك. الصور كلها اهي. مين اللي محترف؟ انا مش بقول اللي محترف يا استاذ حسن. اتفضل يا دكتور وائل بيه. اتفضل بعد اذن سعادتك شوف الضرب والتحديف ازاي قدامي. انت تدافع تقول لي ان انا واحد محترف. انت بتدافع عن الضباط انضربت واخر معانا وكل ده على الفيديو. ايوه انت بتدافع عن اللي ضربك. انا بقول اللي ضربك مجرم وليس هاوي. يعني مش محترف لا ده لو كانوا قدروا يقتلوني كانوا موتوني شدوني منهم اسبوليس يسال في ذلك ضباط المباحث كلها محترفين يا استاذ يحيى. يبقى طيب استاذ حمدي هنا يعني الدكتور حسن بيقول انه ربما من قام بالاعتداء عليه من المدسوسين من يستحيل ان يكونوا من اتباع بهدف الاساءه لجماعه الاخوان المسلمين والحزب الحريه والعداله. لواء جميل عزيز ده لواء في قوات في الجيش المصري بس على المعاش ابلغني من اسبوع على لسانه ان الفريق مجدي حتاته
بيقول لي خلي بالك من نفسك مش هيسيبوك. وخف شويه. قلت له انا ما بخافش. والعمل قد كده 10 مرات مش هخاف الحمد لله ان شاء الله. مش هموت ناقص عمره ابدا. طيب مش ده انا مش ده ادعى للشك يا استاذنا؟ طيب. مش ده ادعى للشك؟ بقول اسماء انا ما بقولش مش ده ادعى للشك. ما بقولش في واحد جه قال لي احنا بنتعاطف معاك. بنقول لك اللي عملوا معاك ليسوا جواده مختلفين. الناس دول من الاخوان انا متاكد تماما مش غير صحيح. وما تكذبنيش ما تكذبنيش ده كنتش موجود علشان تقول لا يستحيل. لو انا مش موجود حرام عليكم. لو انا مش موجود على المطلق لو انا مش موجود مش بالمطلق اللي يجي ناحيه الاخوان تطلعوا عليه تبهدلوا تبدا تتهم الاخوان لما النيابه تثبت ان الجاني ينتسب الى يا بيقولوا لي انت عايز تحل تغير دي ليست الفاظنا على فكره علشان في اسلاميين أيوة. انت عايز تجيب الليبراليين الكفار والجم واحنا عمرنا عمر حريه والعداله يكفر يا استاذ وائل وتهجم هل هنا يعني هنا بص اكتر من 10 يعني فلنضع احتمالا انه يكون الـ يعني من اعتدى يعني نضع كل الاحتمالات الناس عايزه توقع ما عندكش اي ناس عايزه تولعك في الفيديو موجود حضرتك على اليوتيوب